السؤال اللي جاي مهم جدا للسيدات والرجاله وكله ماشي. منيره عندها بدايه صلع في شعرها وده من قدام، وهل ممكن تلحق شعرها قبل ما يوصل للصلع الكامل؟ هي خايفه يعني. والزراعه كمان بتسال عنها، في تقنيات للزراعه حديثه لان الشعر تكون جديده وطبيعيه؟ جديده وطبيعيه ما فيهاش اي مشكله خالص، وبناخدها بتقنيه سهله جدا. بناخد الشعر من ورا ويتزرع تاني قدام بشكل ناتشورال، برضو بشكل طبيعي، ما بيبانش ان هو فيك او فيه اي مشكله. طب لو هنوضح عن الفيديو ده فيديو انيميشن يا جماعه. انيميشن يعني ايه؟ تصوري. بيوريكوا قد ايه احنا بناخد الشعرايه من ورا بالاقتطاف، بناخدها ونحقنها تاني قدام. فبنرسم الانتيرور هير لاين تاني، يعني بنرسم مقدمه الراس. يعني عارفه انت، ناس تيجي تقول لي ممكن يكون ما عندهاش طالعه وراسي ولا حاجه، بس زي ما انت شايفه عايزه تملي عايزه تملي الجنبين دول. جنبين ده بيبقى هرمون. انت عارفه اسر معينه عندها الحته دي واسعه لورا كده، فبنقدر نملاها زي ما انت شايفه كده، فبنحددها وبتكبر وبيبقى الشعر كده بيطول. دي هايل جدا يا جداً دكتور جداً. خصوصا ان في سيدات كمان، هو ده رجل والرجاله طبعا خلي بالك هتهتم بالفقره دي قوي، لان ثلاث ارباع السلع بيبقى اكتر في الرجل في الرجالة، ولكن طبعاً. في بنات طبعاً. بتبقى مخبيه بس احنا ما بنبقاش شايفين، بس الموضوع بيضايقها نفسيا. بس مجرد ما يبتدي تحس ان هي بدات فروه راسها تبان، او تحس ان الحته دي بدات تخف الشعر، اول حاجه بتظهر ان شعرها بتخف، بتبقى سمكها يخف مش هي تخف. انت فاهمه قصدي؟ سمك الشعرية بدأت تحس تبقى خفيفة كده زي البيبي هير بالظبط كده. دي نقدر على طول نزور طبيب على طول. معانا صورة كمان قمر الشعر بقى قمر فعلا. حتى السن اختلف تماما يعني جدا. هو انا بعكسه. لا بيفرق طبعا جدا.